ritual. إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا، السؤال الأول، قرأت قول من إمام فوزان وقال فيه: من كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية فإنه لا يخرج من الملة بل يكفر كفر الأسكر الذي لا يخرج من الملة. فهل نفهم من هذا أن العنصرية من خصال الجاهلية وهي من كفر الأسكر؟ لا شك أن الجاهلية والعصبية هذه من علامات الجاهلية. والوقوع في أمور الجاهلية لا شك أنهم ينقسم إلى قسمين: أن يوافق الجاهلية عقيدة واتباعا ومحبة لما هم عليه هذا كفر أكبر. أن يقع في خصلة من خصال الجاهلية إما لشهوة أو شبهة أو خطأ، هذا هو الكفر الأكبر. نعم جزاك الله خيرا شيخنا. طيب،